بسم الله الرحمن الرحيم. كان اليوم المؤتمر الإعلامي 22 ديسمبر للإعلان عن جائزة الحوار بمساراتها الأربعة: القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا مؤسسات القطاع الخاص والأفراد في فرع ملهمون. والحمد لله كان فيه حضور من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة وأيضا قيادات المركز اللي حضروا اليوم وأيضا كثير من المتابعين. الفكرة فيها هي إعلان أسماء الفائزين في هذه القطاعات لدعم وتسليط الضوء على جهود تلك الجهات، سواء جهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو الأفراد أو القطاع الخاص أو اللي كان لهم دور أيضا في الجائزة، في تسليط الضوء على النشاطات اللي قاموا فيها، نشاطات وطنية تساهم في تقوية النسيج المجتمعي وأيضا زيادة اللحمة الوطنية. هذه لها دور كبير في التشجيع وأيضا تحفيز الآخرين ممن لم يشارك، بأنه بإذن الله يكون فيه مشاركة في النسخة الثانية للسنة القادمة للجائزة، وبإذن الله يكون فيها أيضا في حفل ختامي بيعلن في وقته ويكون فيه حضور للفائزين بحيث أنهم يعرضون مشاركاتهم في الجائزة. شكرا.